جديد أعزائنا المشاهدين، عدنا مجددا. صباحكم دائما سعيد من لواء بني كنانة وسمر الرسان تحديدا ورعد الرقاد بهذا الربط الصباحي إلى محافظة البلقاء وتحديدا مدينة السلط بهذا الحقل المتخصص والفضاء الطبي، ومن خلال المؤتمر الطبي الأول مؤتمر السلط الذي اختتمت فعالياته مساء أمس بمشاركة دولية وعربية، وأفرد المساحة من خلال جلسات العمل لأوراق نقاشية بحثية طبية بمختلف العلوم الطبية. كل ذلك وأكثر من خلال ضيوفي الكرام. اسمحوا لي أن أرحب برئيس المؤتمر الدكتور رامي بشير أبو رمان، أسعد الله صباحك بكل خير، ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور حكم المعادات، صباحك سعيد. أسعد صباحك، شرفتونا بحضوركم. أهلا وسهلا فيك. سأبدأ من خلال رئيس المؤتمر الدكتور رامي أبو رمان. دكتور، من خلال التحضير والتهيئة للمؤتمر الطبي الدولي الأول بمدينة السلط بمختلف العلوم الطبية، نتحدث قبل انطلاق المؤتمر وحتى الختام بصورة عامة من خلالك، تفضل سيدي. شكرا سيدي. يا سيدي، احنا من انطلاقا من أهمية التعليم والبحث العلمي ولتجديد الكفاءات وتطويرها بالدراسات، قيام اللجنة الفرعية نقابة الأطباء السلط بضرورة تطوير الكفاءات وتجديدها والاستضافة على المعلومات الموجودة عندها، قررنا التحضير والإعداد لعقد مؤتمر السلط الطبي الدولي الأول. والمؤتمر استضاف نخبة من الأطباء والكوادر الطبية من الأردن ومن خارجها، والمؤتمر كان في مناقشة عدة مواضيع. المواضيع هذه شملت الأطباء العامين والأطباء الاختصاص والأسنان والصيادلة والفنيين وجميع المهن الطبية المساندة والمساعدة. هذا احنا ارتئيناه بسبب التشاركية في العمل بين الكوادر الطبية كاملة، وهذا ما ميز المؤتمر انه اخذ جميع القطاعات حتى يكون في خدمة افضل للمواطن الأردني، ونقدم الخدمة المثلى من خلال التشاركية بين جميع الفئات. عدد الأوراق العلمية المقدمة في المؤتمر كانت 200 ورقة علمية، والمشتركين فيها حوالي 500 مشترك في هذه الأوراق العلمية، وهذا عدد كبير يعني يعتبر في المؤتمر. إعدادنا للمؤتمر كان مدته تقريبا 3 شهور، وهذه ما قبل انطلاق المؤتمر. نعم، فترة الإعداد والتحضير. نعم، وأكثر من 550 يعني مشترك شاركوا في العمل للتحضير لهذا المؤتمر. جميل. فريق عمل كبير ومشكورين طبعا، فهذا الفريق أنجزنا يعني هذا الإنجاز ب 200 ورقة علمية، ويعتبر يعني مؤتمر كبير. المؤتمر كان على مدة 3 أيام، مدة 3 أيام. من خلال 3 أيام هذول كان في 3 قاعات، كل قاعة فيها جلسة علمية تناقش مواضيع مختلفة في مختلف المجالات. يعني الحضور كان في المؤتمر خلال 3 أيام الماضية من 18 إلى 20 عشرة. المؤتمر كان الحضور في يوم الافتتاح كان أكثر من 500. سنتحدث دكتور رامي عن الخبرات المتبادلة والمشاركين أيضا بهذا المؤتمر، لكن اسمح لي قبل أن نذهب إلى رئيس اللجنة التنفيذية زميلك الدكتور حكم المعادات، تقرير إخباري حاضر معنا للزميل عاهد الدبعي سلط الضوء أيضا على فعاليات المؤتمر. سأذهب أنا وأنتم والسادة المشاهدين إلى مشاهدة أيضا هذه المقتطفات من خلال هذا التقرير الإخباري، والعودة إلى رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتور حكم المعادات إلى تقرير ونواصل. يسهم المؤتمر في تعميم التنمية وتطوير المهن وخاصة المهن الطبية ومواكبة التطور الطبي من خلال الدور الوطني للنقابات المهنية كإحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالمواطن. تطوير في القطاع الصحي والطبي يعود على المواطن الأردني بالخدمة المميزة المقدمة له، لذلك احنا بهذه النشاطات بيرفع مستوى تقديم الخدمة للمريض وتقديم الخدمة بين الكوادر الطبية والتجانس بيناتها. المؤتمر يستضيف نخبة من الأطباء الرواد من داخل المملكة وخارجها كالجزائر واليمن وروسيا ودول أوروبا الشرقية لعرض آخر المستجدات العلمية في العلوم الطبية المختلفة بمشاركة العديد من الجهات الطبية مثل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وكليات الطب. الطب مهنة حية وتغيرات تشهدها تقريبا كل لحظة إن لم يكن يعني كل دقيقة يعني
فإذا لم يتابع الطبيب من خلال التعليم الطبي المستمر والذي يتمثل في المؤتمرات الطبية، في الورش العلمية، في النقابات التي الأنشطة التي تقيمها النقابات والوزارات والجامعات المختلفة، سيتراجع الطبيب. متابعة البحث العلمي في المجالات الطبية بإنشاء مراكز بحثية لمواكبة التطورات في جميع المجالات التي تعنى بالصحة. نقاباتنا تجمعنا، تجمع إنسانية الطبيب ومشورة الصيدلاني وبلسم طبيب الأسنان وابتسامة الممرض، هذا ما يجمعنا بهذا المؤتمر الطبي الكبير. بأي منظومة صحية أينما كانت ما في أي مجال أنه يمكن أنه يؤدي المهام والواجبات لوحده، لابد من التشاركية مع جميع القطاعات الصحية الموجودة بالبلد، سواء كانت من نبدأ من الطبيب للصيادلة للتمريض للمختبر. يتوح المؤتمر للأطباء والصيادلة والممرضين متابعة آخر المستجدات الطبية العلمية منها والعملية، والتي أصبحت ضرورة من أجل المريض على جميع المستويات. عاهد الدبعي، التلفزيون الأردني، الصمت. إذن من جديد أعزائنا المشاهدين، نعود إلى رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتور حكم المعادات. استمعنا إلى ملخص الآن من خلال زميلنا عاهد الدبعي، من ابتسامة الطبيب إلى بلسم الاستطباب أيضا بنفس الوقت، وهذا يشمل المهن الطبية المختلفة. هذا التشبيك العالي المستوى حقيقة ما بين الشركاء في فترة الإعداد انعكس إيجابا على واقع الجلسات العلمية والمشاركين أيضا، كل ذلك من خلالك دكتور حكم نتحدث. أول شيء الله يسعد صباحك، وكل شكرنا للتلفزيون الأردني اللي دائما سباق لمتابعة الأحداث اللي بتثري الواقع العمل العام والعمل العلمي اللي احنا نفتخر به، خصوصا المجال الطبي بالأردن اللي هو يعني احنا سباقين فيه واللي احنا نفاخر فيه كل محيطنا. يعني مثل ما تحدث زميلنا ورئيس المؤتمر الدكتور رامي عن فترة إعداد المؤتمر، يعني احنا خلال المؤتمر كان في عندنا 3 أيام من العمل المتواصل. يعني يحكي الدكتور رامي أضيف عليه أنه إحنا كانت القاعات وبشكل مستمر من الساعة 8 صباحا المحاضرات العلمية للساعة 5 مساء، كل القاعات كانت 3 قاعات كلها مشغولة بشكل مستمر. يعني حتى تصور أنه مبارح آخر يوم لحد الساعة 5 كان في محاضرات، اللي هي فترة حتى بعد ما تسليم الشهادات العلمية. أضف إلى ذلك أنه هذا المؤتمر يمنح فرصة للأطباء، طبعاً إحنا المشاركين عندنا مش بس من موجودين بالسلطة، يعني في كوادر الخدمات الطبية من أطباء ومهن طبية مساندة، كل هؤلاء حصلوا على فرصة بمعرفة جديدة بمحاضرات جديدة متنوعة سواء في المجالات الطبية التمريضية الصيدلانية. هذا كله أضاف إضافة جديدة، يعني الواحد كل يوم يتعلم وكل يوم في معرفة جديدة. فهذا المؤتمر أعطى فرصة لجميع الزملاء والزميلات سواء بالقطاع الصحي الخاص والعام الحكومي أو بالخدمات الطبية أو حتى بالمستشفيات الجامعية، كل هؤلاء كانوا متواجدين ومشاركين معنا. أضف إلى ذلك أنه طول أيام المؤتمر كان في عندنا 3 محاضرات أو 3 ندوات علمية مهمة. أول يوم كانت الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاء تناول فيها عالم الأطباء والسياسة. اليوم الثاني نعم كان في عندنا ندوة بثاني يوم بموضوع البيئة، برضو كانت الأستاذ الدكتور ماضي الجغبير، يعني وهو من الأعلام في هذا المجال مش على مستوى الأردن على مستوى العالم. اليوم الثالث كان في عندنا ندوة بحضور أمين عام المجلس الطبي الدكتور نضال يونس والدكتور محمد الطراون أمين عام مجلس الصحي العالي، تناولت موضوع الاعتمادية وموضوع السياحة العلاجية بالأردن وموضوع قانون المساءلة الطبية، وهي كلها قوانين وشغلات وأمور بتمس حياة المواطن الأردني قبل ما تمس الكادر الطبي، وهدفها تطوير القطاع الطبي. اللي أرجع وأقول إنه إحنا هدفنا إنه نطور، يعني سواء إحنا الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة، الطبية المقدمة على مستوى الكوادر المختلفة، الكوادر الطبية المهنة الطبية المساندة والمساعدة، الكوادر التمريضية، وقد يكون أيضا الكوادر الإدارية التي تتبع إلى المنظومة الصحية والطبية بنفس الوقت. نتحدث عن جلسات رئيسة دكتور رامي كما أشار لها الدكتور حكم المعادات، الطب والسياسة، نتحدث عن السياحة
العلاجية أيضا بنفس الوقت، عن البيئة، كل ذلك من خلال 3 أيام وجلسات طبية نشطة من خلال الحلقات التي عقدت بهذا المؤتمر. تحدثنا الآن عن التوصيات، اختتمت الآن الأعمال أمس، وأنا دائما أسأل ضيوفي الكرام تحديدا بعقد المؤتمرات، هل ستبقى التوصيات حبيسة داخل الأدراج أم سيكون هناك تبني وتطبيق لها وإنفاذها وإسقاطها على الأرض؟ إن شاء الله سيدي. إحنا بالنسبة للمؤتمر هو عبارة عن جلسات علمية، جلسات العلمية تخللها مناقشة الأوراق العلمية اللي الدراسات المعمولة من قبل الأطباء والباحثين وكل الجهات الكوادر الطبية. الآن في نهاية المؤتمر اختتم بالمشاركين، يعني كانت توصياتهم أنه يكون في مؤتمر بشكل دوري في السلط، هاي التوصية الأهم، وإن شاء الله سوف يعقد هذا المؤتمر كل سنتين، بعد سنتين إن شاء الله راح يكون مؤتمر السلط بالدولة الثاني. جميل. والفكرة الثانية أنه يكون في مؤتمر وطني مهني على مستوى الأردن لجميع الكوادر الطبية، يكون مؤتمر أكبر وأشمل من هذا المؤتمر، ويكون في مؤتمرات في المحافظات الأخرى مشابهة لمؤتمر السلط، دورات ومحاضرات وورشات عمل يعملوا فيها. وفي توصية أخرى اللي هي دعم فكرة أكاديمية المهنية اللي تابعة للمجلس الطبي الأردني. الآن في فكرة أكاديمية مهنية هي طبعا رائدة على مستوى الوطن العربي، الأكاديمية هاي بده يكون فيها تعليم وتدريب على مدار العام، حتى يعني ذكر عطوفة أمين عام المجلس الطبي نضال يونس، دكتور نضال يونس، أنه بده يكون 24 ساعة يعني حتى أونلاين. جميل. فإحنا بندعم من خلال المؤتمر الفكرة هاي، وإن شاء الله تصدر إلى أرض الواقع. جميل. جميل. وبعدين المشاركين كمان دعموا في كان خلال المؤتمر كان في قرارات لوزير الصحة، برضو المشاركين توصيات دعموا قرارات وزير الصحة اللي هي كانت عطلة يوم السبت المستشفيات، زيادة الحوافز للأطباء 30% العام القادم إن شاء الله، وإعطاء المقيمين المؤهلين مسمى أخصائي مساعد. جميل. هذا بضفي طبعا على المهنة، ينعكس إيجابا على ينعكس واقع إيجاباً على واقع المهنة، وبالمحصلة ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة، والمتلقي الخدمة بيلاقي خدمة أفضل إن شاء الله. جميل. دكتور حكم، إذن الطموح ما بعد هذه التوصيات وأيضا ما تحدث به الدكتور رامي للقادم من الأيام من خلال أول شيء سيدي، إحنا تحدثنا عن المؤتمر إنه هذا مؤتمر السلط الطبي الدولي الأول. نعم. وإحنا نرجو أن يكون هذا المؤتمر اللبنة والأساس للقادم، مثل ما حكى الدكتور زميلنا الدكتور رامي، كل سنتين راح يصير ينعقد المؤتمر، لكن إحنا طموحنا القادم إنه المؤتمر المرة القادمة إن شاء الله راح يكون على مستوى، يعني خلينا نقول على مستوى المنطقة العربية ومستوى الشرق الأوسط بشكل عام، راح إن شاء الله نسعى أن يكون عندنا محاضرين من جميع دول العالم، حتى من كبرى الجامعات بأوروبا بأمريكا بدول الشرق الأوسط المجاورة، راح يكون عندنا مشاركين بشركات طبية راعية حتى من خارج الأردن راح تكون مشاركة بالمؤتمر، وراح تكون إن شاء الله مدة المؤتمر أطول من هيك، يتناول أوراق علمية ويتم اعتماد المؤتمر دوليا، يعني وهذا هدفنا الأسمى والأفضل، أنه راح يكون يعتمد مؤتمر السلط الطبي سواء راح يكون أول الثاني إن شاء الله لحد رقم 100، يعني بوجود الجميع أن يكون معتمد دوليا، يعني يقصد الباحثين من جميع الدول المجاورة فقط للحصول على المعرفة في المؤتمر. جميل. كل الشكر لكم ضيوف الكرام بهذه الإضاءة الصباحية، نتمنى لكم دائما التوفيق والاستدامة، ودائما أكرر حديثي لضيوفي الكرام أو ضيوف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بهذه النافذة الصباحية، لا نقول وداعا بل لقاءا للمزيد من النجاحات والتقدم، وأيضا المؤتمرات على مستوى إقليمي كما أشار لها رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور حكم المعادات، رئيس المؤتمر الدكتور رامي بشير أبو رمان، صباحكم سعيد، شرفتونا بقدومكم، ونتمنى لكم الأفضل دائما وأبدا. كل شكر لكم بهذه الصباح. صباح الخير.